بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو راح أحكي عن كيفية جمع متغير عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاصلين على شهادات عليا ماجستير فأعلى. وطبعا راح أرمز لهذا الرمز بالرمز جراد نمبر اللي هو جراديويت نمبر، عدد الشهادات العليا. طبعا جراديويت باللهجة البريطانية بنسميها بوست جراديويت، وبالأمريكية بنسميها جراديويت، كله بيمشي يعني. حتى أقوم بجمع هذا الفاريبل، أنا نظمت هذا الملف في الإكسل اللي هو بيشمل على الشركات الفلسطينية المدرج بورصة فلسطين، هاي الاسم، بنك الإسلام العربي الوطني إلى آخره. وهنا حطيت الآي دي رقم، أنا رقمتهم 1 2 3 إلى آخره. وطبعا تعدد الترقيم لانه انا بدي اخذ الاوبزرفيشنز لعده سنوات من 2013 ل 2018، وهذا طبعا رمز كل مؤسسه في البورصه، اخذته من البورصه. طيب هذا هو الانترست فاريبل اللي احنا بدنا نجمعه من التقارير الماليه. طيب خلينا نروح على التقارير الماليه، هاي التقارير الماليه موجوده عندي. خليني نجي على اول بنك اللي هو البنك الاسلامي العربي، نفتحه. اجى سنة 2018. طبعا المعطيات او معلومات شهادة عضو مجلس الادارة بتكون موجودة عندما نحكي عن اعضاء مجلس الادارة. خلينا نشوف هنا وين موجود. وهنا هي اعضاء مجلس الادارة صفحة 5، معلومات موجودة ايش عنهم. فخلينا نروح على صفحة 5 ونصير نسجل. طبعا هي صفحة 5 هي أعضاء مجلس الإدارة هنا، ولكن هنا يعني ذاكرهم وشو عضويته، يعني لا بدي معلومات تفصيلية عن كل واحد، وبالتحديد بدي يعني شو الشهادة اللي معه. فهي أول عضو مجلس إدارة دكتور عاطف، معه دكتوراه في الاقتصاد. خلص، إذا هنا في عندي ايش دكتوراه، خلينا نعدهم مرة واحدة. إذا هي واحد عنده هنا كمان دكتوراه، بيهمنيش الاسم او المنصب، المهم بدي شهادته، بدي اعد كم واحد معاه شهادات دراسات عليا. اذا هي واحد، هي اثنين، ننزل هنا بكالوريوس، هي ماجستير كمان، هي ثلاثة، هذا بكالوريوس، لا بكالوريوس لا، صرنا ثلاث. هنا بكالوريوس ماجستير، هاي خمسة، هاي ماجستير كمان خمسة، صرنا خمسة، خلص هذولا اذا خمسة، هذولا اعضاء الادارة التنفيذية. هذولا اذا في 2018 في عندنا خمس اعضاء، هذولا يحملوا دراسات او شهادات دراسات ايش عليا. خلص هاي بكل بساطة. الان بدي اجي ل 2017، نفس الاشي، بدي اجي على معلومات اعضاء مجلس الادارة، هاي اعضاء مجلس الادارة صفحة عشرة طبعا هايهم، بس بدنا نشوف شهاداتهم فنكبر. هنا اول واحد دكتوراه، هي واحد، اللي بعده اثنين، هنا لا بكالوريوس اثنين، هنا بكالوريوس لا، اذا لحد الان اثنين معنا، بس اثنين لحد الان، هنا ثلاث. ايوه طبعا ما بنطلع هون، بس نشوف لانه في ممكن يجيب يعني شهادات ثانية. هي ثلاث صرنا، ثلاثة لا ثلاثة، انا بكالوريوس ماخذوش، هاي اربعة، هاي خمسة، لاحظين خمسة، لا خمسة، خلص اذا ايضا خمسة،
يعني يبدو هم نفسهم. طيب نشوف 2016، هاي 2016، 2016 نشوف وين أعضاء مجلس الإدارة موقعهم. أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء أي مجلس إدارة، صف 10 كمان، هاي 10، هاي 11، عفوا هذه 10، وبدنا ننزل على كل واحد. هنا دكتور عاطف، طبعا من اسمه الدكتور، أي واحد، أيوه. واحد، هاي 2، 2، هاي 3، MBA يعني ماستر ان بزنس ادمنستريشن، هاي 3 سنة يعني ماجستير في علوم إدارية. 3 3، هاي 4، PhD يعني دكتوراه، هاي 4، 4، 5، 6، 6، إذا عندنا 6 هون. طيب 2015، نروح على 2015، بنشوف محتويات هاي أعضاء مجلس الإدارة، بنروح صفحة 63، هاي 3 6 أو 5 حطيت أنا، مش مشكلة. هاي الأعضاء، خلينا نكبر، نشوف أول عضو، شهادات علمية، MBA ماجستير يعني، هاي 1، 1، لأ، 1، لأ، بكالوريوس، 2، هاي معاه شهادة ماجستير، 2، اي 3، لا اذا لازلنا 3، 3، لا 4، اي PhD يعني دكتوراه، 5، اي دكتور في الاقتصاد، 5، 5، هاي 6، ماجستير دار 6، خلاص 6. إذا هون ايش عندي؟ 6. 2014 يعني عملية بسيطة مش معقدة يعني. 2014 أعضاء مجلس الإدارة، نشوف وين. 34، 3 4، هاي أعضاء مجلس الإدارة، أيوه شوف كم مرة، هاي 1، لا هاي 2، 3، ايه 4، لا 4، لازم 4 هنا، لا 4. طيب هنا 5، وهنا 6، خلاص 6. بنيجي هون شو بنحط؟ 6 أشخاص. طلع 2013 آخر سنة، نيجي على المحتويات، شوف وين أعضاء مجلس الإدارة، صفحة 32، هاي هنا اللي هي 3 2، هاي هون، هاي 1 هون، لا طيب 2،
3 4 لا 4 لازلنا. طيب لا 5 6 خلاص 6 ده بنحط ايش؟ 6 وهكذا. يعني مثل ما عملنا مع البنك الإسلامي العربي بنعمل ايش مع البنك الوطني والبنك الفلسطيني وباقي الشركات اللي عندي، شركات تأمين، شركات استثمار، شركات اتصالات إلى آخره. وهيك يعني بيتم عمل هذا الفاريبل. أرجو أن يكون الفيديو واضح للجميع، وأرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.